السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة لبنى ماهر، مرحبا بكم في القناة على فيديو جديد. إن شاء الله فيديو اليوم غادي نحضر معكم في هاد الخبيزات هادو اللي كيجيو أكثر من رائعين، تيجيو هشاشين ورطبين خفافين. كنتمنى إن شاء الله هاد الفيديو هذا ينال الإعجاب ديالكم، تبعوا معايا إلى الآخر منطولش عليكم، خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو لهاد الوصفه ان شاء الله، فهنايا عندي واحد 550 حتى 600 غرام ديال الدقيق الابيض اولا الدقيق الفورس، عندي شويه ديال الملح، عندي كذلك شويه ديال الخميره دائما على حسب الجو، عندي 8 غرام ديال السكر الفاني، عندي هنا معلقه كبيره عامره بالزبده يعني بحراره المطبخ، وعندي واحد الكاس ديال الحليب دافي، عندي 3 ديال المعالق ديال السكر سنيده اولا يعني تستعملوا حتى اكثر على حساب الحاجه، وعندي هنايا ابيض بيضه يعني ممكن تستعملوا البيضه كامله، فانا هنايا فقط اولدت فداو هاد الطغنه عليها، فانا هنا الاصفر غادي نستعمله للدهن، ما بغيتش نضيع الابيض، فدرت هنا ممكن انكم تفداوه اولا تستعملوا بيضه كامله. وهنا عندي الماء الدافئ باش غادي نخلط العجين، ممكن انكم ديروا كميه كامله بالحليب. فغادي ندوز ان شاء الله للمراحل. هنا فانا غادي نضيف شويه ديال الملح، وغادي نضيف هنا السكر الفاني، فغادي نضيف هكا النواشف هما الاولين، ندير كذلك سكر حبيبات او السكر سنيده، وهنا غادي ندير الخميره، كذلك غنضيف هذه المعلقه ديال الزبده، وغادي نبدا نخلط في هذه الخميره هذه باش تذوب باش تفاعل لينا. صافي، وهنا غادي نبدا نمزج في هاد الزبده هادي اللي كتكون كيف ما قلت لكم يعني بحراره المطبخ كتكون لينه، غادي نضيف كذلك الابيض ديال البيض، وغادي نبدا نضيف هاد الحليب اللي بقى. كيف ما قلت لكم ممكن انكم ديروا الكميه كامله بالحليب. صافي، غادي نخلط شويه بشويه حتى كيبداو يندمجوا هاد العناصر كاملين وتذوب لينا مزيان هذيك الزبده، وغنبدا نضيف الماء على حساب الحاجه اللي غادي تخصني. هانتوما معايا ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا بعد مجمد العجين القوام ديالو كيكون على هذا الشكل هذا، فما كنحتاجوش كامل اننا ندلكوه، يعني غير كنبقاو هكا حتى كيتجمعوا لينا العناصر كاملين وكنوصلوا لهذاك القوام اللي حنا بغينا بالاضافه ديال الماء شويه بشويه. صافي، من بعد ما كنجمع العجين مزيان وكيندمجوا كاع العناصر اللي فيه على هذا الشكل هذا، غادي ندوز باش غادي ندهنوا بشويه ديال الزيت، وغادي نخليه يرتاح حتى يخمر تماما، نتلاقاو ان شاء الله. هنا بعد ما خليت العجين واحد الفتره فهو خمار على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا، ضعف الحجم ديالو. صافي، كيجينا عجين على هذا الشكل هذا ناجح رائع. صافي، غادي ندوز ان شاء الله باش غادي نشكلو كويرات. هنا فكنبدا نشكل هكا، كنخوي واحد شويه هذا العجين من كنفرغو من الهواء، وكنبدا نشكل كويرات على حساب الحجم ديال كل واحد شحال بغا يدير. غادي نقادهم من بعد غير ناخذ الحجم اولا القياس قد قد ديال الكويرات. هنا بالنسبه للناس اللي كيبغيو يعبروا العجين باش يجيهم يعني قياس واحد، فتقريبا غادي ندير هنايا واحد 150 غرام في كل حبه اولا في كل كره باش يجيكم القياس مقاد كيف ما كتشوفوا معايا، ف 150 غير باش يجيكم تقريبا نفس القياس يعني. بعد ما شكلت الوحدات اولا هاد الكويرات اللي عندي كاملين، فغادي ندوز باش غادي نغطيهم باش ما ينشفوش لينا، وغادي نبدا من اول كره. الا شفتوا العجينه ما مساعداكمش حاولوا تخليوهم يرتاحوا واحد زوج ديال الدقائق وعاد بداو،
صافي غادي نبدا انا ان شاء الله تشوفوا معايا المراحل. هنا فانا جبت لاطاي غادي يدخل الفرن وفرشتها هنا بالورق. ممكن انكم ديروا لاطاي عاديه، ممكن انكم تدهنوها يعني الا ما كانش عندكم الورق ولا لا بغيتوش ديروا. هنايا غادي نبدا نشكل في الكويرات ديالي. هنا فاحنا كنستعنوا بالدقيق كيف ما كتشوفوا، يعني غير شويه ماشي بزاف، وكنحاولوا نبداو من اول كرات اللي شكلنا. كنحطوا ليهم الوجه ديالهم في التحت وكنبدا نشكل هكا. ما كنستعملش او ما كنحتاجش كاع المدلك، يعني غير اليدين، طريقه سهله على شكل اوفال كيف ما كتشوفوا معايا. صافي كنحاولوا نخليو هاد الجهه اللي في الوسط غليظه او عريضه كذلك، والجوانب كيف ما كتشوفوا معايا شكل اوفال بهالطريقه هذه. كنجيب هاد الجهه كندير ليها هاد الشكل هذا، وكنثني الجهه الثانيه فوقها هاد الشكل، وكنجي لهاد الجهه اللي فيها العجين وكنبدا نزديها بهذه الطريقه. الطريقه اللي هي سهله وبسيطه، يعني ما كتحتاجش منها وقت طويل. كيف ما كتشوفوا معايا الشكل كيجي هاد الجهه اللي زدينا كتجي في التحت، وهكا كيجينا الشكل ديالها. كنحطها في اللاطا اللي غادي تدخل الفرن، وغادي نبقى مستمره بنفس الطريقه. غادي نوريكم مره اخرى كيف ما قلت لكم، دقيق غير شويه خفيف ماشي بزاف. وكنجيبوا الكره، يعني الوجه ديالها كيكون لتحت. بهالطريقه هذه كنكمل الوحده على هاد الشكل هذا، وغادي نحطها في اللاطه بهالطريقه. وانا غادي نبقى نكمل في الوحدات بنفس الطريقه حتى نسالي. هانتوما معايا هنا كيف ما كتشوفوا معايا، بعد ما شكلت هاد الوحدات كاملين على هاد الشكل وستفتهم في اللاطه كيف ما كتشوفوا معايا، غادي ندوز باش غادي نغطيهم ونخليهم يخمروا شويه، ومن بعد غنطلقاو ان شاء الله. فبالنسبه للاختمار الثاني، الاختمار الاول فكيكون عادي جدا بحال الخبز، والاختمار الثاني ما نخليوهمش يخمروا بزاف اولا تفوت فيهم الخميره، غير بداو شويه هكا نبداو نقيسهم نحسوا بالحجم ديالهم بدا كيتنفخ. صافي وغادي نطلقاو ان شاء الله باش تشوفوا معايا باقي المراحل. هنا كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما دازت واحد الفتره، فهنا كيف ما كتشوفوا فكنضغطوا هكا بشويه كنلقاو يعني الخبيزات او هاد الباكيطات بداو يعني كيتضاعف الحجم ديالهم واحد شويه. كيف ما قلت لكم ما نخليوهمش يخمروا بزاف. حاجه اخرى اللي ما ذكرتهاش معكم، مني كنت كنحطهم في لاطا لابد ان يكون واحد ليسباس هنايا، واحد شويه ديال المسافه، لان كيزيدوا يتنفخوا يعني في الاختمار، وكذلك كيتنفخوا شويه في الفرن. فغادي ندوز انا هنايا باش غادي ندير هاد الاصفر ديال البيض، وغادي نزيد عليه هكا واحد المعلقه ديال الخل باش حيد لينا هذيك الحده ديال الزفوره ديال البيض. صافي غادي نخلطهم مزيان وغنكمل عندنا. فغادي ندوز باش غادي ندهن هاد الباكيطات هادو. صافي وغادي نبدا شويه بشويه كيف ما شفتوا، ما درت حتى شي اضافه في البيض غير الخل فقط. صافي ونحاولوا ندهنوا غير بشويه، ما نبركوش بزاف باش ما يخرجش لينا داك الهواء من العجين. هنا بعد ما دهنت هاد الوحدات كاملين كيف ما شفتوا معايا، فهنايا غادي نرشهم شويه ديال السمسم. دائما كيبقى تزين على حساب الذوق ديال كل واحد. انا غادي ندير شويه ديال السمسم الابيض كيف ما كتشوفوا معايا. هنا كيف ما كتشوفوا معايا جبت واحد الشفره، وهنا درت شويه ديال الزيت في صبعي، كنبقى هكا ندير فيها شويه ديال الزيت، لان ديجا دهنا هاد الخبيزات فماشي شرطناهم قبل ما ندهنوهم، فكيلتصقوا بهذا البيض هذا شويه. فكنحاولوا اننا هكا ندهنهم بشويه ديال الزيت فاش كيسهل. والشريطات هكا كديروهم على حساب القياس اللي بغيتو نتوما، الا بغيتو هكا تغرقوا شويه الشريطات فكيجيو الفتيحات هكا باينين. صافي غادي نكمل بهذه الطريقه هذه،
وحتى العدد ديال الشريطات كتحكموا فيه نتوما كيف ما بغيتوا. صافي غنكمل بهالطريقه هذه حتى نكمل جميع الوحدات اللي عندي. وهنا فانا غادي ندوز باش غادي ندخلهم الفران بعد ما ساليتهم كيف ما كتشوفوا معايا، غادي ندخلهم على 180 درجه حتى كيطيبوا لينا ويتحمروا مزيان على الخطر ديالهم. صافي وغادي نتلاقاو، فانا غادي نديرهم من تحت ومن الفوق. بالنسبه للناس اللي عندهم الفرن ديال الغاز يعني يطيبوا بحال اللي غيطيبوا القراشل اولا القرص عاديين، من بعد ان شاء الله غنتلاقاو باش تشوفوا معايا الشكل النهائي. كيف ما شفتوا معايا بعد ما خرجنا هاد الخبيزات اولا هاد الفطائر هادو من الفرن فكيجيو على هاد الشكل هذا، كيجيو مذهبين وكيجيو خفافين معوين وكيجيو رطبين بزاف ذو مذاق رائع، كيجيو لذات. تحضروهم هكا في البيت ديالكم للوليدات ديالكم بابسط اولا باسهل طريقه. فنتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على التتبع ديالكم، واذا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش انكم ديروا سبسكرايب ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. شكرا لكم على التتبع ديالكم، على التعاليق الطيبه ديالكم. نتمنى ان شاء الله هذه الوصفه هذه تكون نالت الاعجاب ديالكم وطرقكم توجدوها في البيت للوليدات والعائله ديالكم. الى وصفه قادمه بحول الله، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.